من الحرس الملكي يعبدك يا مولاي. كلما تحدثت إلى أحدهم قال لي إننا نفتدي الملك بأرواحنا، ورجال حرسك هم أفضل جنود الدنيا. صحيح صحيح. أرسل المدد إلى رستم، أعلن أن الملك حفظته النار من كل سوء، سيرسل المدد إلى رستم. الملك سيرسل المدد إلى القائد رستم. سلام. اسمع أيها الأمير، من حقك أي مسلم آخر أن أقاتل، ولو أردتني عادتي إلى سجن مرة أخرى. إن الحسنات تذهب السيئات يا أبا مهجن، ولقد ذهب قتالك بما جنيت. أنت منذ الآن طليق، وليكن لي ثواب إعادتك إلى صفوف المجاهدين، وعلي ذنبك والله غفور رحيم. يا أبا مهجن، كيف القتال على ظهر البلقاء؟ والله لقد حسدتك عليها، وهذا ذنب آخر. هي لك يا أبا مهجن. أيها الأمير، أمامك الآن أقسم ألا أتغنى بالخمر أبدا، وألا أذكرها في شأني. طلبتنا أيها الأمير. الفرس يشددون الهجوم على القلب، علينا أن نشدد الضربات عليهم من الميمنة والميسرة، لكن عليكم أن تقضوا على الفيلة أولا. أمرك أيها الأمير. الفيلة. لا لا، انتظروا حتى يهدأ كل هذا. الحمد لله الذي شرفني بجهادهم واستشهادهم، وأرجو من الله أن يجمعني وإياهم في مستقر رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أعطي مرة أخرى يا خالة ويستبشرون بالذين يرحم المهزومين. لست حزينا على شيء. الموت كنت أتوقعه في كل يوم من حياتي. وليس في فارس ما يخفق له قلبي. خذ هذا للملكة بوران. الآن أتركك. كل هؤلاء لم يستطيعوا أن يفعلوا لي شيء، فماذا تستطيع أن تفعل أنت؟ خذ هذه ليزدجرد وقل له هذه نهاية الذين يفكرون في أنفسهم لا في شعوبهم. لا، لا تقل له شيئا فلن يفهم شيئا. التاريخ سيقول عنه الشيء الكثير. هيا. أتعرف يا سيدي، لقد أحببتك.
ولكنني لست حزينا لما يحدث.